بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر العربي السوري، أقامت مديرية الثقافة بدير الزور ورشة عمل للأطفال بعنوان الوعي والسلامة من مخلفات الحرب. بسبب زيادة الإصابات في مدينة دير الزور حاليا فصل الربيع غالبية الأطفال منتشرين بالحدائق والحدائق العامة، فقمنا بالتشارك مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري إدارة الكوارث من أجل قامة هذه الندوة التوعية للأطفال من أجل إيصال رسالة واضحة للأطفال خصوصا أنه تحمل شعار لا تلمس لا تقترب بلغ فورا عن جميع الألغام مخاطر الحرب. الهدف من هاي الجلسة التوعية اللي صارت أو هاي الورشة هي إيصال الرسالة لأكبر عدد من العالم إن كان أطفال أو بالغين حول مخاطر مخلفات الحرب اللي هي موجودة اليوم بدير الزور وبريفها والتوخي وطرق السلامة منها. عرفنا بها الأطفال عن أنواع المخلفات، أماكن تواجدها، التصرف صحيح بحال إذا صادفوها شكون يعملون. كانت الفعالية عبارة عن مسرحية، ألعاب ترفيهية للأطفال، قصص، وزعنا بعض الهدايا. علمونا أن إذا تشوف أجسام غريبة لا نلمسها ولا نقرب عليها ونخبر أهلنا. الورشة تهدف للتوعية من مخاطر الألغام التي تسببت باستشهاد وإصابة العديد من الأهالي معظمهم من الأطفال. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.